لو ما سافرتوش هتحسوا بإيه؟ لا هنزعل طبعا أكيد، ده إحباط طبعا، هيجي لنا احباط طبعا، هيأثر على مستوانا لان احنا دايما طول عمرنا اول افريقيا، يعني عمرنا ما خسرنا افريقيا، فاحنا بيبقى دايما حلمنا ان احنا نروح بطوله العالم، فلو ما رحناهاش يبقى احنا كده ما عملناش اي انجاز بالنسبه لنا. احنا كمان حلمنا ان احنا نحقق حاجه كمان في بطوله العالم، يعني ان احنا ندخل دور الثمانيه، ده ان شاء الله يبقى انجاز ما حصلش قبل كده. انت العرسان كانوا كده على فكره، خدي من فوق. لا اكيد هنزعل قوي لو ما رحناش، يعني ان احنا نروح بطولة العالم دي حاجه كبيره قوي، كمان ان شاء الله احنا يعني كلنا متاملين ان احنا نحقق حاجه ان شاء الله في بطولة العالم، ودي استفاده لينا كلنا، يعني اكيد كلنا هنتضايق وهتبقى احباط لينا كلنا، يعني عشان كل الناس فينا في جامعات وفي ثانويه عامه وكده، فاحنا بجد من شهر 5 سايبين دراسنا ومذاكرتنا، فيعني الموضوع خد مننا وقت، فعلى الاقل لازم نتكافئ يعني عشان حاجه زي دي، بس يعني عشان ما نبقاش ضيعنا الوقت على الفاضي على الاقل. ومحدش قال لكم جاب لكم اي لسه المباحثات شغاله والناس هو كاس العالم امتى؟ شهر 7 ان شاء الله في المكسيك في شهر 7. طب انا عايزه اقول لكم حضروا شنطكم، بضحك عليكم مثلا. والله العظيم حضروا شنطكم ازاي هنسافر يعني يعني اللي حضر شنطته هيعمل ايه؟ يقعد في بيتهم؟ ايه اللي حصل عشان المشكله تتحل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل والحلقه بتتعرض وانتوا قاعدين كده بالتريننجز وعمالين تضحكوا ضحكه بلهاء، بس انه كميه الناس اللي زي استخسروا واستكبروا واتضايقوا جدا لما يبقوا بطلات افريقيا قاعدين في البيت عشان ما معهوش تذكره الطيران ويسافروا كاس العالم، والحلقه شغاله على الهواء، كلمتنا اكتر من جهه مؤمنين بيكم وحاسين انه واجب عليهم ان هم يساعدوا ويدفعوا كل تكاليف سفركم للمكسيك. اولا شركه لها استثمارات كبيره في مصر، صاحبها إماراتي محب للبلد دي، وقال البنات دول فخر لمصر وفخر للعالم العربي، كل تكاليف الرحلة هيتكفل بها المستثمر ده، وطلب ما يقولش اسمه.